مسألة سهلة ياسر، ما ثماش تعويض من غير محاسبة، اون برانسيب التعويض هو مشمولات القضاء، القضاء هو اللي يحكم باش يعوض، كيفاش نعوضوا الإنسان تعذب في حين أنه ما نعرفوش شكون اللي عذبه، وما نعرفوش اسكو اللي عذبه مازال في موقع ينجم يعذب غيره، باش نقعدوا كل مرة نعوضوا العباد لوك احنا الهدف الأولاني أنه الممارسات هذه تاخذ. والله نحب نقول لهم أنه معناتها الوضعية ياسر خايبة، وأنهم احنا معاهم نحبوهم يخدموا، مي با دو سيت فاسون لا. يلزمهم يعملوا حاجة نبدلوا جو سي با معناتها يتخوف دي سوليسيون باسكو لا سا أورش. والله المسألة هي مسألة إنسانية بامتياز، ونحن من أجل أنه معناها تداس كرامة إنسان في الوطن هذا نقاتل من أجل ذلك، وبالتالي هي مسألة معناها لا يجب أن تسيس، من الغير الأخلاقي أن تسيس هذه المسألة، من غير الأخلاقي أن ترتبط هذه المسألة بالتنمية. داكور سي دي جون يستحقوا كما قالوا هما بوتيت التعويضات، مي ماهوش وقته في تونس. الناس جيعانين عطشانين، لا عندهم لا ماء لا عندهم لا ضوء، مازالت الناس في تونس تبات بلاش عشاء، واحنا قاعدين نغمزوا وقاعدين نعطوا في نخمموا في قانون نتاع التعويضات، ايوا مش وقته. المشكله مش في التعويضات كمبدا، ثم ناس عندها اعتراض على التعويضات كمبدا، لكن اللي يجمع الناس هذيا انه التعويضات سايره على اساس عمليه نتاع محاصصه سياسيه، لانه باش تقوم التعويضات يلزم مسار العداله الانتقاليه ياخذ مجراه وتكون العمليه فيها حد ادنى من الشفافيه والوضوح، على خاطر ثم ناس ترى اللي تسجلنا كهو عنده الحق في التعويض، ثم ناس اخرى ترى انواع اخرى نتاع الظلم صارت، وهذيك كيفاش باش نحسبوها؟